أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نزال آخر في وزن 74 كيلوغرام بين بوزمراين عبد الرحمن من نادي أبطال المستقبل الجزائر العاصمة. بوزمراين عبد الرحمن على الصورة للمرة الثانية في قفص البي اف سي، عفوا للمرة الثالثة في قفص البي اف سي. متر وخمسة وسبعين، 74 كيلوغرام، الاختصاص جوجيتسو برازيلي. الذي سيواجه من عنابة ليلي صالح لأول مرة في قفص البي اف سي. متر وتسعة وسبعين، 74 كيلوغرام. بوزمراين يتميز بخبرة كبيرة خاصة في القتال الأرضي. هذا هو عبد الرحمن بوزمراين في الركن الأزرق. نتمنى أن تكون منازلة قوية. تيلي محمد الصالح من ولاية عنابة. إذا بعد تلقي الشروحات والتذكير بقوانين اللعبة من طرف الحكم مشنف سيف الدين، ستنطلق هذه المنازلة والجولة الأولى. إذا Here we go. تنطلق المنازلة وأول محاولة تيك داون، محاولة إسقاط من بوزمراين، رائعة بوزمراين، إسقاط رائع، إسقاط خرافي، محاولة خنق بالأرنسي أطبق عليه ونهاية الجولة، وربما أسرع نهاية أو أسرع نزال في تاريخ البي اف سي. 10 ثواني ربما أو 12 ثانية فقط استطاع خلالها بوزمراين عبد الرحمن إنهاء هذا النزال بحركة الإخضاع. يا سلام، لم يكن يتوقع أحد هذه الطريقة في الإنهاء. بوزمراين قتلة ومصارعة، بوزمراين عبد الرحيم أو عبد الرحمن ينهي هذا النزال، أسرع نزال في منظمة البي اف سي. 12 ثانية ويطالب مدير المنظمة الإمام بن حاتم بالحزام أو اللعب على الحزام. إذا بدون مقدمات هكذا أنهاها بوزمراين. هكذا كانت الإجابة، كنت أتوقع الفوز في 12 ثانية. هكذا انتهت هذه المنازلة سريعا سيداتي سادتي، إلى النزال القادم.